الرحمن الرحيم أيها الحفل الكريم متابعينا في كل مكان، نجدد معكم هذه التحية وهذه الانطلاقة في هذا المساء والرموز المتواصلة في عاصمة الميادين بحضور أحد رموزنا وفخرنا وعزنا حفظه الله ورعاه من كل سوء ومكروه، الذي دائما ما يشرفنا بحضوره وتواصله الدائم. نبدأ مع شوط المحليات وانطلاقة انطلاقة الأبطال وكأس الإبكار المحليات، البداية مع المركز الأول مع الطيرة مع المركز الأول لمعالي علي بن محمد بن حماد الشامسي، من يقدم لنا الطيرة على مستوى المركز الأول. يتابع الطيرة في عملية تضمير هادب بن عفصان المنصوري، مرحبا بك يا هادف المسيطر مع المركز الاول في عملية تضمير الطيرة مع احد الشعارات الكبيرة، الشعارات الشهيرة، شعار معالي علي بن محمد بن حماد الشامسية. انتقل الى المركز الثاني الى الوصول الى الانضمام الى اديال القادمة بشعار مروان بن فرج بن حمود الظاهري، مرحبا بشعار مياس، مرحبا بشعار مياس، مرحبا بشعار اليمامة، مرحبا بشعار زريق، مرحبا بالشعار الاقتصادي. القادم مع المركز الاول يتابع علي بن محمد الوهيبي في عملية التضمير، المحيط الهادي الذي لقب بهذا اللقب. المركز الثالث القادمة في، مرحبا يا في ومرحبا بقدومها، مطر بن محمد بن دحروي العامري القادم من مرغم مع شعاره الكبير مع شعاره القدير. المركز الرابع الوصول من غازية، مطر بن سعيد الزعابي بودعي يقدم لنا غازية على مستوى المركز الرابع. المركز الخامس الواصلة في هذه اللحظات مع هوايل مع شعار المجازف، محمد بن عتيق بن زيتون المهيري القادم بهوايل. يا للهوايل اللي قدمها المجازف في عالم سباقات الهجن، يقدم لنا هوايل مع المركز الخامس. المركز المنظم في هذه اللحظات شعار يا بن عويضان قادم الى المجموعة الكبرى، وكذلك القدوم والوصول من الشايب مانع بن علي بن حماد الشامسي، وانضمام العنود علي بن خليفة بن عبد الله الرميثي قادم بكل قوة، بينما الاسم القادم الاسم الواصل مع شعار النيادي، مرحبا يا لهبيبة، مرحبا يا لهبيبة، مرحبا بإنجازاتها، مرحبا بتاريخها، مرحبا برموزها. الرمزين في الرصيد، تبحث عن الرمز الثالث ويبحث عن الرمز الثاني في هذا اليوم لسعادة حميد بن سعيد النيادي. العودة إلى مقدمة الشوط إلى غازية، غازية غازية يا غازية، مطر بن سعيد بودعي الزعابي، الدعاوي له اسبوع يا بودعي، الدعاوي من اجل الكاس من اجل الانتصار. بودعي مسيطر مع غازية. المركز الثاني
القادمة أديال مع المركز الثاني مروان بن فرج بن حمود الظاهري يقدم لنا أديال على مستوى المركز الثاني. المضمر علي بن محمد الوهيبي يبحث عن انتزاع الرمز، يبحث عن انتزاع الكاس من أجل هذا الشعار الاقتصادي القادم بكل قوة. المركز الثالث اللي وصلت وانضمت الطير معالي علي بن محمد بن حماد الشامسي يقدم الطير هوايل بن زيتون من سبب الهوايل في كل مكان في كل زمان يقدم هوايل. ولكن يا للهول سعادة حميد بن سعيد النيادي يقدم الهبيبة القادمة بكل قوة مع المركز الثاني بجدارتها بقوتها برموزها بتاريخها. المركز الثالث القادمة في مطر بن محمد بن دحروي، ولكن الانضمام الوثبة ومانع بن علي بن حماد الشامسي يقدم الوثبة، وكذلك سمحة راشد بن محمد بن كراز السبوسي. ولكن الهبيبة والوثبة النيادي وبن حماد معركة الكبار معركة الأبطال. علوه الزرعي يتحرك مع الوثبة في عاصمة الملايين. مانع بن علي بن حماد الشامسي يضيف الرمز الثالث في هذا المهرجان. علوه بن سعيد الزرعي وبن حماد الشامسي السيف البتار في كل مكان في كل زمان. مثل رجال زايد في كل المحافل سيف النقاط سيف الانتصارات. الرموز يا بن حماد ما تصعب عليك ابوك حاضر والله وانت حاضر ابوك حضر والسيف من المملكة حضر والكاس في الوثبة مع الوثبة النصب. سجلوه باسم بن حماد في العام الماضي جاكم بالاسماء الكبيرة، وفي هذا الموسم يحضر بالعديد من المفاجآت. ما به جديد الا النواميس تنعاد. يا بن حماد ماذا فعلت بتاريخ عالم سباقات الهجن؟ دخول من اوسع ابوابه. القمة لها رجالها والاوائل لها بن حماد. مشكور يا مانع على خطى والده اسد يتبع اسد. تهانينا على هذا الانتصار. يا علو يا بن سعيد يا الزرعي مكانك بالعلالي ولا تبالي وانت في العلالي. هنا التوقيت 8:57 وجزئين من الثانية. يا بن حماد احترم عقولنا يا رجل. التوقيت الزمني الافضل يتكسر ينهار ينتحر تحت اقدام الوثبة. مشكور يا مانع يا بن علي يا بن حماد يا الشامسي. 8:57 وخمس اجزاء من الثانية. من تحمل الرقم 5 الحبيبة لسعادة حميد بن سعيد النيادي. قدمت عرض كبير يشكر عليه مالك الشعار ومن رافقها في التضمير. المركز الثالث رافق الحبيبة عبيد بن غدير الوحيبي. 9:32 وجزئين من الثانية. صاحبة المركز الثالث أديال لمروان بن فرج بن حمودة الظاهري في يوم ظهور الكبار. ينطلق شوط جديد الزميل العزيز.